اهلا وسهلا. في فرق كبير جدا ما بين ان انت تكون عايز تفهم حاجة عشان انت عايز الحق، وما بين ان انت تكون عايز تفهم حاجة عشان انت عايز تجادل وعايز ان اللي انت عايز تفهمه ده يكون اللي انت عايزه. هديكوا اكزامبل مثلا بمناسبة الموسم الجميل اللي احنا فيه ده، الحج. كل الناس اللي حجت هتعرف اللي انا بقوله ده. انت في الحج بتعمل حاجات بالنسبة لك هي غير مفهومة، غير مفهومة لو بالعقل كده نقيس. وايه فكرة ان انا بات في مزدلفة في مكان كله ناس نايمة على الارض؟ ايه الفكرة؟ وايه فكرة ان كلنا ننفر مع بعض من عرفة في نفس الوقت نطلع على مزدلفة؟ هو ايه فكرة ان احنا نبات في منى؟ انت لو جيت فكرت فيها بعقلك انت مش هتلاقي اجابات. لكن وهو ده الهدف من الفيديو، لو سلمت ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع الحاجات دي ليك، ساعتها مش هقول لك ان انت هتفهم، ساعتها هتحس وهتشعر بالايفكت بتاع العبادات والنسك دي. العبادات والنسك دي مفيش حاجه زيها، مفيش حاجه زي المبيت في منى والمبيت في مزدلفه والجلوس في عرفه. الحاجات دي كلها مع انك مش فاهمها، لكن هي مفيش حاجه زيها، واللي جرب عارف واللي داق عارف. اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده ان انت حاول ان انت تفكر في كل حاجة، وان عقلك يكون موجود لكن مش عقلك اللي يكون متسلط على الاوامر اللي ربنا قالها. حاول تفهمها وهتفهمها، وهيكون في راشونال بيهايند everything. لكن افرض ان انت في حاجة ما قدرتش توصل لللوجيك بيهايند ات، ايه الحل؟ هل انت تسيبها تقول لا اصل انا مش هعملها لغاية لما اقتنع؟ خالص. الحل ان انت تقول يا رب انا هعملها وفهمني، وفهمني. في موضعين انا مستحضرهم دلوقتي ربنا اتكلم على الموضوع ده. الموضوع بتاع سيدنا ابراهيم، واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يا رب انا مسلم، انا بس عايز افهم عشان اكون مطمئن. انت حاول تخلي الابروتش بتاعك كده، يا رب انا بصلي بس انا عايز ادوق حلاوه الصلاه، انا مش ضايقها. فهو مش الحل ان انت تقول لا مش هصلي لغايه لما اقتنع. الحل ان انت تقول يا رب انا بصلي بس يا رب يا ريت ان انا ادوق وافهم. نفس الكلام في الحج، لان الحج اكتر عباده فيما اعلم، وممكن طبعا اكون غلطان، تحس ان هي فيها حاجات مش بالنسبه لك doesn't make sense، مش logical. لكن التسليم فيها هو اكتر حاجه بتخلي الواحد يدوق. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يرزقنا جميعا الحج. نشوفكم على خير ان شاء الله.